بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برحب بكم معايا في محاضرة جديدة من محاضرات جي اف اكس اكاديمي دوت نت. يمكن كلامنا النهاردة ان شاء الله او بدايتنا هتبقى مع ورشة منفردة على مستوى المنتديات العربية والاجنبية. الورشة تقدروا تقولوا انها لما تلات ارباع البرامج بيشتغل بيها تقريبا، يعني هتلاقوا فيها شغل ب فوتوشوب، في شغل سينما 4D، في شغل بادوبي افتر افكتس، في شغل ب 3D ستوديو ماكس في كاركتر ريجنج وانيميشن، في شغل بريل فلو للفيزيكس والداينامكس، في شغل بالالستريتور ده اللي هنكتب بيه الكتابه بتاعتنا، تمام. يعني في شغل كتير قوي قوي، وفي كلام كتير قوي قوي قوي، وفي تكنيكات برضو كتيره جدا. يمكن الورشه دي اللي بيميزها بصراحه ان انا مش هتكلم فيها لوحدي، لا، كل واحد من فريق العمل بتاع الورشه هيشرح الجزء الخاص بيه وبترتيب الشغل وترتيب العمل زي ما شفته في البرومو، تمام. نشوفه تاني مع بعض. لو احنا مشينا بالبرومو كده، ده في شغل كتير قوي 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 طبعا. دي في ناس كتير قوي سألت عليها قبل الورشة ما تبدأ، بمجرد الإعلان على الجزء ده بالذات اتسأل عليه كتير قوي. في شغل كتير قوي في الورشة، زي الموديلنج، زي شغل البارتكلز، شغل الريل فلو زي ما احنا شايفين. طبعا يعني انا مش هنطلع الورشة بكل الدقة دي لان محتاجة رندر عالي قوي، لكن التكنيك اللي معمول بيه الورشة بحيث تطلع بالمنظر ده هندرسه بالتفصيل. طبعا ده كان اعلان عن تليفون اتش تي سي. مش عايز اقول لكم ان كل اللي انتم شايفينه ده مجرد هي الدخلة بس للورشة الاصلية. كل اللي احنا هنعمله ده، طبعا احنا مش هنعمل تليفون، هيبقى اللوجو بتاع جي اف اكس اكاديمي هو اللي بيخرج من السائل. بعد كده خلاص هيبقى هنعمل زوم على حرف الاكس اللي هيطلع مكان التليفون، ونخش للبروموشن الاصلي اللي احنا هنعمله لعرض نشاط الموقع. قبل الكلام ده كله، قبل الحته دي كمان، هيبقى في شغل كاركتر. مش عايز احرق لكم الفكره، لكن قبل الحته دي، قبل الجزئيه دي، هيبقى في جزء تاني هيتعمل وهيتصمم وهنتعلم فيه حاجات جميلة جدا، وهيبقى على ال 3D ستوديو ماكس. الورشة هنتكلم فيها على موديلنج، هنتكلم فيها على داينامكس، هنتكلم فيها على كاركتر انيميشن وكاركتر ريجنج، هنتكلم فيها على كومبوزيتنج، هنتكلم على الورك فلو او ازاي ان احنا نعمل تكامل البرامج مع بعضها، هنتكلم فيها على صناعة المابس او خرائط، او خرائط الحركة، او خرائط الخامات نفسها، هنتكلم على الكالر كوركشن باستفاضة، هنتكلم على الديبس اوف فيلد باستفاضة. اعتقد ما سبناش حاجة ما اتكلمناش عليها. ان شاء الله يا رب الورشة تعجبكم. مش هقول في اخر المحاضره زي ما بقول في كل محاضره كان معاكم مهندس احمد رحمن، لكن هقول كان معاكم فريق جي اف اكس اكاديمي دوت نت. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.